بسم الله الرحمن الرحيم. بسمك اللهم نستعين وعلى بركة الله نتوكل. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام يتجدد اللقاء ونجدد بكم التحية والترحيب، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته من هنا ومن على أرضية هذا الميدان وفي هذا المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا، مهرجان سمو سيدي ولي العهد 2022 مع انطلاقة أشواط وتحديات الجذاع واندفاعة أشواط الجذاع. سن يتميز دائما بإبداع وإمتاع حاضر متواجد بين أقطاب وأركان هذا الميدان مع الرحلة المصاحبة ألا وهي الخمسة كيلومترات، هي الحكاية والرواية. يا من تتابع ويا من تشاهد الأسماء الحاضرة والمتواجدة والباحثة عن النوماس والمجد التليد، أتابع وتتابعون صدارة مقدمة الشوط مع الاندفاع الأول ومع مقدمة الشوط ومع صدارة الشوط. في هذه اللحظات أتابع أول العناوين، أول المندفعين، هنا اندفاعة راشد بن خميس بن جمعة بالغويص السويدي مع خلابة. من يقدم لنا خلابة في هذه اللحظات؟ يتقدم شعار الغويص مع بداية الشوط وأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، هنا مع بداية الشوط ومع مقدمة الشوط. بينما القدوم والوصول وصل وتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، وصل هنا سليمان بن فهد بن صالح آل جروان مع لمسة واندفاعة لمسة من تحت المركز الوصافة. بينما المركز الثالث من الجانب الآخر لأتابع وتتابعون هنا القدوم والوصول من راشد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية، يقدم لنا الفائزة القادمة والمتسللة في هذه اللحظات. أتابع الاسم القادم في هذه اللحظات على المركز الرابع، نتابع اندفاع دفاعات هادي بن صالح بن خضير آل كليب اليومية، يقدم لنا هملولة قادمة من ميدان نجران بالتحديد ممثلة لأبناء المملكة العربية السعودية. بينما القدوم والوصول في هذه اللحظات وصلت واحضرت عجايب ناصر بن سعيد بن ناصر بن سعيد المرية بن مشيط، يقدم لنا عجايب تتقدم بهذا الاندفاع الكبير. بينما التسلل وصلت بهذه اللحظات واحضرت مداهمة بدأت مداهمة بزحفها التام وبجيناتها الأصيلة بشعار سامي بن سطام بن هلال الشيباني، يقدم لنا مداهمة لتداهم في هذه اللحظات لتصارع قاتل من أجل ذلك النوماسي والانتصار. بينما الأسماء القادمة والمتسللة باللملح يصل ويقدم لنا اندفاع شعار والقدوم مع مبارك بن باني بن مسفر الدوسري مع المسكة، يقدم لنا المسكة واندفاعة المسكة في هذه اللحظات، والقدوم مع اندفاعة هنا سعيد بن حمد بن سعيد الغفراني المري مع عالية باللملحة، يقدم لنا عالية والدعية يقدم لنا الفائزة. وصل بن عفيشة ليقدم لنا شعاره مع لقاء الجذاعة وزان اللقزان. وصلت الأسماء وصلت الأصايل والأسماء القوية الأسماء المثيرة. أتابع أسماء قادمة من الصفوف الخلفية
وصلت الشعارات، وصلت لتغير من مركز إلى مركز، هنا بحثا عن الانتصار وعن المجد التليد. نعود إلى بداية الشوط، إلى المسك واندفاعة المسك باندفاعة مبارك بن باني بن مسفر الدوسري، يقدم لنا المسك واندفاعة المسك، ولكن القدوم والوصول وصل راشد بن خميس بن جمعة الغويص السويدي، يقدم لنا خلاب والقادم الفائز بشعار باندفاعة راشد بن علي بن سالم بن سريد الدعي. الدعي يقدم لنا الفائز بن عفيسة، ينضم في هذه اللحظات، يقدم لنا اندفاعة عنيد عوض بن صالح بن محمد الرزق، وصل بن عفيسة، وصل الفحال ليقدم لنا اندفاعة شعار، وصل في هذه اللحظات، هنا اندفاعة سلمان بن عبيد بن سلمان الدوسري مع درغام ابناء الوادي القادمين، الفحال قادم. ولكن نعود مع الانذار الاخير، انذار الكيلومتر الاخير والمثير مع الدوسري، مع الدوسري يقدم لنا اندفاعة المسك مبارك بن باني بن مسفر الدوسري، ابناء المملكة العربية السعودية، ابناء دولة الامارات، ابناء دولة الامارات الاشقاء. الله يا سلام، غيرت في هذه اللحظات، غيرت خلاب راشد بن خميس بن جمعة الغويص السويدي، يغير مع بداية الشوط، مع مقدمة الشوط، مع الانطلاق الأول، عصاتها فلطانها، عصاتها مدارة مد، مع اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، الفعل قادم، درغامة قادمة، يا سلام يا سلام. ولكن خلابة خلابة مسيطرة مسيطرة مع بداية الشوط، متحكمة حتى الرمق الأخير، تتحرك بهذه اللحظات بمخزونها التام، وحلقت بجيناتها الأصيلة مع الأمتار الأخيرة، الأمتار المثيرة، مع خلابة خلابة بطلتنا لنماسي هذا الشوط بكل قوة وبكل استحقاق وبكل جدارة. تهانينا والنماس لمالك خلابة راشد بن خميس بن جمعة غويص السويدي، تهانينا والنماس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. بينما المركز الثاني درغامة بشعار سلمان بن عبيد بن سلمان الدوسري، وثالثا المركز الثالث علي بن سعد بن محمد الفيد المري مع المتحدة، ورابع الأسماء شعار عوض بن صالح بن محمد الرزق بن عفيشة مع عنيدة، وخامسا نشاهد وإياكم في هذه اللحظات مع مخرجنا لحظات، ونتابع وإياكم التوقيت الزمني، لحظة وصول خلابة منتزع النماس والانتصار. تهانينا والنماس لراشد بن خميس بن جمعة الغويص السويدي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المستحق بنماسي شوطنا التاسع. نشاهد وإياكم في هذه اللحظات ولحظة وصول خلابة وقاطعت مسافة 5 كيلومترات، 7 دقائق 43 ثانية و62 جزءا من الثواني. مشاهدينا الكرام، المركز الثاني درغامة سلمان بن عبيد بن سلمان الدوسري، 7 دقائق 45 ثانية و7 أجزاء من الثواني. المركز الثالث المتحد علي بن سعد بن محمد الفيد المري، 7 دقائق 49 ثانية و32 جزءا من الثواني. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، نشاهد وياكم في هذه اللحظات المركز الرابع والخامس مع مخرجنا، لنتابع المركز الرابع والمركز الخامس لحظات، ونتعرف على المركز الرابع فكانت عنيدة عوض بن صالح بن محمد الرزق اليامي، وخامسا شعار مشاهدينا الكرام المركز الخامس مع شعار عبد الرحمن بن منصور بن سعود الوثيلة الدوسري مع النايفة. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، شوطنا التاسع وكانت خلابة عنوان لهذا الشوط. تهانينا والنماس لراشد بن خميس بن جمعة الغويص السويدي، تهانينا والنماس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، تهانينا والنماس لجميع
الفائزين بأشواطنا السابقة وأشواطنا القادمة، متواصلين بحضراتكم مع أشواطنا القادمة ومتمنين لجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح.